أيوة. في الجانب الثاني برضه ريال مدريد قوه لا يستهان بها، وريال مدريد مش بس بقى السنه دي، ريال مدريد على الدوام دايما يظهر لنا في دوري الابطال بشخصيه وجه مختلف عن الدوري المحلي بشكل كبير. يعني مع سيطره برشلونه على البطولات المحليه في اخر 7-8 سنين كان ريال مدريد موجود وبيحضر وبيكسب 3 دوري ابطال ورا بعض، فدايما شخصيه ريال مدريد بتكون مختلف. عوده المصابين اللي كان افتقدهم ريال مدريد واثروا على ادائه، على راسهم سيرجيو راموس وكان قبليه كريم بنزيما، شوية أعادت الاستقرار لشكل أداء ريال مدريد، لكن لسه برضه ما بيقدمش المنتظر منه في البطولة المحلية. طبعا هتكون مباراة 50-50، بس أنا عندي إحساس إن ليفربول هيعدي. طيب يبقى كده نقول فرص بي اس جي طب اختار لنا، معلش اختار لنا حد من بي اس جي وبايرن ميونخ. اختار بايرن. ومن ليفربول والريال؟ ليفربول. ومن مانشستر سيتي ودورتموند؟ لا، السيتي اقرب. السيتي اقرب. وتشيلسي اعتقد اقرب من تشيلسي اقرب. وخلي بالك ما حدش ابدا يقلل من حظوظ تشيلسي السنه دي، لان مع توخيل هم كان عندهم اسماء ونجوم من بدايه السيزون، لكن لامبرد ما كانش عارف يوصل للتوليفه والهارموني المناسب. توخيل لقى ده، عارف يحط تكتيك مناسب للاسماء اللي عنده، فاعتقد ان تشيلسي هيكون رقم صعب.